تشاك ماكارثي، وهو الرجل الذي ابتكر وظيفة بعيدة كل البعد عن الوظائف التقليدية، إذ أنه يكسب مبلغا من المال مقابل مرافقة أشخاص أثناء سيرهم. تشاك يعمل كممثل سينمائي في هوليوود، حيث يطمح بأن يحصل على دور متشرد في أحد الأفلام، وهذا ما جعله يحتفظ بلحيته الطويلة. ولكنه كأي ممثل هوليوودي آخر وهو في خطواته الأولى، كان التمثيل مصدر رزق غير كاف له. بدأت البحث عن وظيفة إضافية لكسب بعض المال. فكرت في أن أقوم بمرافقة الكلاب، ولكنني لم أرغب بالتقاط فضلاتها، وفي الحقيقة هذه من أولويات هذه المهنة، فقررت مرافقة الناس بدلا من الكلاب كدعابة. وكانت هذه نقطة تحول في حياته، حيث بدأ فكرته البسيطة بالتجول بصحبة أشخاص بغرض التسلية، ولكن سرعان ما أدرك أن وظيفته تتمحور أيضا حول تشجيعهم على ممارسة أسهل وأهم الرياضات الجسدية التي تكاد أن تنسى في عصر التكنولوجيا. المسألة تتعلق بأخذ أحدهم إلى الخارج وتشجيعه على الحراك، لأننا نمضي وقتا طويلا بالجلوس على الأرائك والمكاتب، فنحتاج للوقوف والتجوال. يسير تشاك مع الزبائن عشرات الأميال في حدائق مفتوحة ومنتزهات هادئة ليبعدهم عن ضغوط الحياة وضوضاء المدينة، كما أنه يطلب منهم عدم استخدام هواتفهم المحمولة أثناء السير ليحظوا بتجربة فريدة. بات تشاك حريصا على أن يرتدي قميصه الرسمي عند أول لقاء له مع الزبون، فهذا يظهر جديته في ممارسة عمله، ولكن يبقى الاختيار للزبون فيما أن يرتدي تشاك هذا القميص أو أن يرتدي ملابس عادية كصديق له. وبعد فترة وجيزة تهافت الناس على طلب تشاك، فقام بالاستعانة بخمسة مساعدين آخرين لتوفير الخدمة لأكبر عدد من الناس. حاليا أقوم بتطوير تطبيق خاص للتجوال مثل تطبيق أوبر وليفت، بحيث يسهل لمرافقي السير والزبائن بالتواصل حاليا وسريعا بدلا من أخذ مواعيد مسبقة. في مدينة ملأ بالحدائق وأماكن السير العامة، نتساءل ربما من يدفع ماله مقابل التجوال بصحبة شخص غريب. تشاك الذي أصبح السير مع الكبار والصغار مصدر رزق له، تنفق معه $7 لكل ميل بلا تردد. رافي بوصيان، العربية، لوس أنجلوس، كاليفورنيا.